جراماتيكا جراماتيكا اللي هو الجرامر جراماتيكا زي ما انتم شايفين في كلمات ماسكولينو وفيمينينو يعني ايه يعني مذكر ومؤنث هي نفس الكلمه يعني لو شدوى قالت لي يو سوي استوديانتي انا هفهم ان شدوى بتقول لي انا طالبه لو زياد قال لي يو سوي استوديانتي انا هفهم ان هو بيقول انا طالب يبقى الكلمه زي كلمه استوديانتي تنفع للاثنين مذكر ومؤنث في كمان في الجنسيات يعني لو حد عايز يقول اللي هو امريكي اسمها ايه بالاسباني استادو اونيدنس استادو اونيدنس اسمع كده انا بقسمها ازاي استادو اونيدنس كلام واضح سوي استادو اونيدنس انا من امريكا او مغربي كلمه مغربي او مغربيه ماروكي شايف الاي عليها اثنتو مش بقول ماروكي لا ماروكي ليه لان عليها اثنتو يبقى دول من ضمن الجنسيات اللي مذكر ومؤنث هي نفس الكلمه استادونيدنس يعني من امريكا امريكيه او امريكي ماروكي سوي ماروكي انا مغربي لو واحده ست برضو هتقول سوي ماروكي انا مغربي طيب عندنا السؤال ده وده سؤال مهم جدا بريغونتار اديسير كي لينجوا سي ابلان بتسال واحد هو بيتكلم لغات ايه زي ما انت تيجي تسالني كمستر كده وتقول لي انت بتتكلم لغات ايه كي لينجوا ابلاس فانا بقول لك ابلو انجليس اي فرانسيس شايف انجليس مش انجلس لا لازم اطول في الاي عشان عليها اثنتو انجليس اي فرانسيس انا بتكلم انجليزي وفرنساوي فالسؤال كان بيقول اي لغات تتحدث كي لينجواس ابلاس يبقى الفعل اسمه ابلار يتحدث اهو ده مصدره انا اتحدث يو ابلو وقلنا قبل كده ممكن ما تقولش يو تقول الفعل على طول اتحدث ابلو انجليس اي فرانسيس طب لو جيت اقول انت بتتكلم يبقى تو ابلاس طب هي تتحدث او هو يتحدث ال هو ال ابلا هي ايا ابلا يبقى تاني الفيرب ده اسمه ايه الفعل ده اسمه ايه ابلار يتحدث ابلار بمعنى يتحدث اللغه ابلار يتحدث طيب يو ابلو انا اتحدث تو ابلاس انت تتكلم او تتحدث ال ابلا هي ابلا فين الكلام ده اهو كي لينجواس ابلاس انت بتتحدث انهي لغه ابلو انجليس اي فرانسيس طبعا احنا بنتكلم اسباني وانجليزي يبقى انا لما اجي اقول لك كي لينجواس ابلاس هتقول لي ابلو انجليس اي اسبانيول ابلو انجليس اي اسبانيول لانك بتتعلم اسباني يبقى يو ابلو تو ابلاس ال او ايا ابلا قلنا قبل كده الاتش سايلنت الاتش نو سوبرونونسيا حرف الاتش ده مش بيتنطق طيب امي تعرفي تقولي لي تصريف الفعل كده انا اتحدث يو ابلو برافو تو ابلاس لا اذا بصي ابلاس حطيتي على الاخيره ابلس على طول كده ابلس أبلا أبلا صح كده ال هي أبلا طيب كويس حنين حاولي تقولي لي كده تصريف الفعل أنا أتحدث حنين يو أب هب أبلو الاتش دي مش بتتنطق في اي حته في اي مكان في الاسباني مش بتتنطق يو ابلو طيب تو ابلوس لا ما فيش اخرها او اخرها مش ابلوس ابلا لاس ابلوس والاخيره ال او ايه
Aplo. مش اخرها هو. Apa, apa. Abla. Abla. هفضل اقول تاني الخمس حروف. اتقن نطق الخمس حروف هتعرفي تنطقيهم هنا. Abla. طيب. ده السؤال بتاع أين تعيش؟ دونده بيبس؟ أين تعيش؟ في فرق دي دونده إيرس؟ أنت منين؟ فتقول لي أنا من مصر، لكن أنا بسألك أنت ساكن فين؟ دونده بيبس؟ دونده بيبس؟ فأنت بتقول لي إن مالاجا. إن مالاجا ده اسم بلد في أسبانيا. دونده بيبس؟ إن كايرو. دونده بيبس؟ إن جيزة. دونده بيبس ان الكسندريا. انا عايش في اسكندريه. طيب لو جيت اقول لك كي لينجواس ابلس، ايه اللغات اللي بتتكلمها؟ انجلس اي و انجلس اي المان. انجلس اي المان. طيب يبقى الحاجات اللي خدناها النهارده ايه؟ من اهم الاسئله اللي خدناها النهارده قدامك اهو. دونده ايرس؟ انت منين؟ ممكن تجاوب تقول سوي دي إخيبتو، دي طريقة، أو أنا مصري سوي إخيبتيو. ده كان سؤال منين أنت والأو دي عليها أثنتو. دي دون ديريس، دي دون ديريس، سوي دي إخيبتو أو سوي إخيبتيو. لكن لو جيت أقول لك أنت عايش فين، دون دي بيبس والأو دي عليها أثنتو، دون دي بيبس أنت عايش فين، فهتقول لي بيبو إن كايرو، أنا عايش في القاهرة. الأسئلة دي لازم تعرفها. لو جيت أقول لك كي لينجواس أبلس، تتكلم لغات إيه؟ فأنت طبعًا بتقول لي أبلو إسبانيول، إسبانيول إي فرانسيس أو إنجليز. والله بتكلم إسباني وإنجليزي. أبلو إسبانيول إي إنجليز. يبقى تاني لوس نوميروس. كده خلاص احنا اتكلمنا على بيربو ابلا. طيب يا شباب نتكمل. لوس نوميروس يعني الارقام. ديل فيرو ال بينت، من زيرو لعشرين. اسمع كده انا بنطق ازاي واكبر لك الصوره عشان تبقى شايف. فيرو حرف الفي، في ما ينفعش اقول سيرو وسيرو، بطلع طرف لساني. زيرو لا ما اسموش زيرو عندنا، اسمه ثيرو. ثيرو ليه؟ لان انا مركز على الخمس حروف، انا عارف ان الحرف ده ايه، فبقول ثيرو. او نو يعني رقم واحد. دوس دوس رقم اثنين. تري تريس تريس رقم ثلاثه. كواترو 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 اربعه. ثي مش سي ولا سو، ثي ثي لان ده حرف الاي. ثينكو ثينكو. سي سيس سيس. سي سييت. والله انا ماشي مع الخمس حروف، اكتبهم تاني اهو. ا اي اي او او. بص انا بعمل ايه؟ سيس سيس. سي سييت. اوتشو اوتشو اللي هو رقم 8. نوبي 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 رقم تسعة. ديث 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 رقم عشرة. هقولهم تاني وعايز الناس تركز عشان هتقروهم. ثيرو اونو دوس تريس كواترو فينكو سيس سيتي اوتشو نوبي ديث. هناخد هنا ثيرو اونو دوس تريس كواترو فينكو سيس سيتي اوتشو نوبي ديث. كل بقك لما يتلخبط امشي مع الحروف الخمسه دول. حد هنا يقول لي نوفو نيفي، لا نوي نوبي. بيرو اونو دوس تريس كواترو فينكو سيس سيتي اوتشو نوبي ديث. لو رحت عند زياد تعال نجرب كده نقول الارقام مع بعض. زياد حاضر يا مستر. ثيرو اونو دوس. لا استنى استنى
مش اونو لانك كده خليتها في الاول او وهي مش او هي او تبقى اونو ايوه كده برافو او اونو سيرو اونو دوس تريس كواترو برافو سينكو سيس سيتي اوتشو نويبي ديس ممتاز وقلت في الاخر كده زي حرف الث ديث ايوه مش ديز وديس لا حرف الث ديث ديث شادوة تعالي نجرب مع بعض يا شادوة سيرو اونو دوس تريس كواترو سينكو سيس بصي سيس سيس سيتي برافو نويبي والله ممتاز مبسوط جدا مع انك سنك صغير على الاسبانيول بس مبسوط منك جدا صح كده ديث حل اللغز هنا يا شدوى لو عايزة تتعلمي اسبانيول حل اللغز في الخمس حروف دول لو مشيتي معاهم صح هتعرفي تنطقي اي كلمة امي سيرو اونو دوس تريس كواترو سينكو برافو. سيس سياتي اوتشو نويبي ديث لا ديث ودي مش اوتشو لان دي مش او في الاول ده حرف الاو يبقى ننطقها ازاي اوتشو ايوه كده برافو مش اوتشو اوتشو وده دي لا ديث ديث بس ممتاز ممتاز كويس جدا حنين سيرو اونو يس مش ديوس دوس على طول دوس برافو تريس كوارتر لا لا مستعجلة يا حنين مستعجلة والله كواترو كواترو سينكو برافو سيس سيس ستري لا لا بصي بالراحة سيتي سيتي اوتشو برافو نويبي نويبي دي ديس ديس هي كده انا البروفيسور انا المستر بقول لك امشي مع الحروف بص تي رو او نو دوس تريس كواترو سينكو سيس سيتي اوتشو نويبي ديس طيب انا دلوقتي لسه ما قلتش الباقي مين شاطر يقول لي كده الباقي لو قاعد يقسم الكلمه حد يرفع ايده كده يقول لي انا هحاول اقرا معاك هل نقدر نقرا بقيه الكلمات ولا لا ماشي تعال نروح عند زياد انطق كده رقم 11 اسمه ايه اونسي ايوه كده اونسي ها دوسي برافو تريسي تريسي كاتورسي كاتورسي كنت تقول كتورسي لا انت حسيت اللي بقك مش هينفع كاتورسي برافو دي بقى عشان اساعدك كوين الكو الكو وراها او وراها اي انسى ان في هنا حرف الاو تبقى كينثي كينثي ديثي سيز ديثي سيتي ديثي اوتشو برافو ديثي نويبي بنتي 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 انا عايز اسال سؤال انت خدت درس اسبانيول قبل كده؟ خدت درس اسبانيول قبل كده؟ يا زياد درست اسبانيا قبل خالص. كده؟ لا ازاي يا عم ده انت شاطر ازاي يا عم ده انت شاطر خالص ديثي اوتش ديثي نويبي بينت ممتاز وحتى لو كنت بتاخد فانت مستواك ما شاء الله كويس جدا او عندك بقى استيعاب عالي وحب للغه ما شاء الله ثيرو اونو دوس تريس كواترو cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce لو 11 12 13 14 هنا بقى 15 16 17 18 19 20
مش بنتي وبوينتي، لا بي بينت. طيب حنين قولي معانا كده يا حنين من اول 11. أنس أنسة. برافو. دوسة دوسة. تريسي كواتروس. لا لا قسميها مقاطع. كاتور كاتورسي. أيوة كده هتيجي معاك أهو. كين كينسي. أيوة كده. ديسي ديسي. سيس. عارفة 10 16 بنلزقهم في بعض زي دي كده، بنخليها ديسي سيس. ديسي ديسي إس سي سيتي سيتي. ديسي أوتشو. برافو. نويبي ديسي نويبي. بعد كده بينت فنتي. فنتي. برافو ممتاز الكلام ده. طيب يبقى نقولهم تاني قبل ما نروح نحل الاخرسيسيو. لوس نوميروس ديل فيرو ال بينت. الارقام من زيرو لعشرين. فيرو اونو دوس تريس كواترو فينكو سي سيتي اوتشو نويبي دييف once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte. والكلام ده موجود هو هنا بالظبط. عايزك تعرف يا سيدي لغاية بس 20. سيبك من 21 والجزء ده نبقى ناخده المرة اللي جاية. نفس الكلام اللي قلناه فوق موجود اهو. pero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veinte. طيب خلينا نروح نحل الاخرسيسيو. واخرسيسيو يعني اكسرسايز. ريلاسيونا الديبوخو كون لا بالابرا كورسبوندينت. نوصل الصوره دي بالكلمه المناسبه من هنا. كل واحد كده يرد عليا في سؤالين. يا ترى العالم ده عالم ايه يا ايمي؟ ايجيبتو. اه يا خيبتي يعني فعلا ايجيبتو. حتى مصر اسمها بالاسباني ايجيبتو تخيلي. طيب ده عالم ايه؟ اسبانيا. اسبانيا. عجبني اللي انت بتنطقي صح لان فعلا دي ايخي ايجيبتو اسبانيا. ممتاز. عايز اروح عند حنين. ده عالم ايه يا حنين؟ او ده عالم ايه؟ اللي فيه لاتيرا. لا مستعجلة والله. عقلك لازم يستوعب فكرة ترتيب الحروف. بصي إنجلترا لأنها فيها ار ار إنجلترا. طب قسمي دي كده أهو. اقري دي كده واحدة واحدة. ألمانيا. ألمانيا. ألمانيا اللي هي ألمانيا. ألمانيا. يبقى دي أول صورة وده شكل الامتحان فعلا اللي المفروض كنتوا تمتحنوه. ريلاسيون ال ديبوخو كون لا بالابرا كورسبوندينت. وصل الصورة بالكلمة أو البلد المناسبة ليها يعني. طيب تعال نروح عند زياد. Llena los espacios en las siguientes oraciones. Gramática. عايزين نقرأ الجمل دي يا زياد ونختار ما بين الأقواس. Soy egipcio. Soy de Egipto. مظبوط الكلام ده. Soy egipcio. Soy de Egipto. كويس يا زياد. الجملة اللي بعدها تو اسبانيول. إس. تو بيجي معاها إيه؟ إس. ما ينفعش غلط. إيريس. ها إيريس. تبقى إيريس. إيريس تو إيريس. يو سوي. أقول تاني يا زياد. يو سوي تو إيريس. إل أو إيا إس. طيب كويس جدا. شدوى. يو بيبو.
كايرو. هل كنت بقول صبري ولا باخو ولا إن؟ إن. إن مش إن، إن يعني في إن. القاهرة. طيب هقول لك دلوقتي بعض الكلمات. السؤال ده كان أكمل الجمل الآتية بكلمات من الأقواس. هنا تاتشال انتروسو، يعني طلعي الكلمة الغريبة واشتبي عليها كده. تاتشال انتروسو، يا ترى الكلمات دي كلها زي بعض، زي ما فهمتك بالإنجليزي كده، تلاقي مثلا ريد بلاك بلو بوك، إيه اللي جاب كلمة بوك وسطهم حاجة غريبة؟ هنا بقى ركزي وانت تعرفي الكلمة الغريبة إيه. سوي فرانسيا إيريس سوموس. فرانسيا. ليه؟ لأن فرانسيا اسم بلد، لكن الباقي تصريفات الفعل يكون. هنا زي ما احنا شايفين soy, yo soy, tú eres, nosotros somos، لكن فرانسيا دي اسم البلد، ففعلا كلامك مظبوط يا شدوى. طيب عايزين نروح عند ايمي. تاتش الانتروسو، الحاجة الغريبة ايه؟ مدريد، كايرو، جيزا، ايطاليا. لو انت عارفة الفرق ما بين الدول والمدن هتعرفي تجاوبي. يا ترى مين فيهم المدينة ومن الدولة وكده؟ مدريد ده اسم مدينة، كايرو، جيزا، ايطاليا. في كلمة غريبة، يا ترى انهي واحدة فيهم؟ جيزا. لا، لأن مدريد مدينة والقاهرة كايرو مدينة والجيزة دي مدينة، لكن مين اللي إيطاليا. بلد؟ إيطاليا دي بلد. إيطاليا بلد. كويس جدا يا إيمي. طيب السؤال اللي بعده عايز أروح عند زياد. بيرو دوس تريس أولا. أولا. أولا، لأن ده تحية والباقي أرقام، فيرو أونو دوس تريس وهكذا. طيب سبرايا النومبري كوريكتو دو لوس سيجينتس ديبوخوس. حط خط تحت الرسمة وتحت الجملة الصحيحة اللي بتعبر عن الرسمة دي. لو رحت عند حنين اقري لي واختاري واحدة من الجملتين دول، يا ترى هتقولي لي سوي ايطاليانو ولا هتقولي ايه؟ ها؟ سو ايطاليانا. لان دي واحدة، واحنا قلنا للست بتبقى اخر الصفه بتاعتها. سوي ايطاليانا، سوي ايطاليانا. طيب يا ترى يا شدوى، الراجل دوت لو عايز يقول انا بتكلم اسباني، تصريف الفعل هل يقول يو ابلو اسبانيول ولا يو ابلس، يو ابلس اسبانيول؟ يا ترى انهي جمله صح؟ يو ابلو اسبانيول. بلاش از، دي حاجة كانوا بيقولولنا عليها في الجامعة، إس يعني ده كده، اوعى تخليها زي الزين كده بالعربي اسبانيول، لا اسبانيول. عارفة أنا مستر محمد بكتبها بالأسباني كده، بقول بالعربي يقعدوا يتريقوا علينا لما كنا في الجامعة، اسمه أس، بصي كده أسباني، اسمه اسبانيول، لكن ما كنتش بقول أسباني أو اسبانيول، لا ما ينفعش، بقولها كده اسبانيول او اسباني، مش اسبانيول زد يعني او حرف، لا ما كنتش بقول كده. طيب ادي شكل الامتحان، ده شكل الامتحان اللي بيجي للطلبه في رابعه وخمسه تجريبي المتميز. ريلاسيونال ديبوخو كل بالابرا كورسبوندينتي، وادي ينا لوس اسباسيوس ان لاس سيجينتس اوراسيونس جراماتيكا، بتختار اللي ما بين الاقواس، وادي تاتشال انتروسو بتشطب على الكلمة الغريبة، وادي سوبرايا النومبري كوريكتو دو لوس سيكينتس ديبوخوس، بنعبر عن الصورة بالجملة المناسبة. طيب أنا بعلمك إسبانيول، مش عايزك تقعد تحل، لو جبت لك الامتحان الثالث تبقى أنت عارف تحله، كده أنت ما بتتعلمش حاجة، لازم تسمع التسجيلات الصوتية كتير جدا. النهاردة ما خدناش كمية كبيرة، خدنا كمية معلومات كويسة، عايزك تحفظ من 0 ل 20 من ثيرو لبينت، كلام سهل وبسيط، ويحبذ اللي انت تعرف تكتب ده، يعني انت بس ما تبقاش عارف تنطق، لا كمان بتعرف تكتب. ثيرو اونو دوس تريس كواترو فينكو سيس سيت اوتشو نويف دييث اونسي دوسي تريسي كاتورسي كينسي دييسيس دييسيت دييسيوتشو دييسنويف بينت. طيب وتبقى حافظ
الأرقام من 0 ل 20. هنكمل المرة اللي جاية يا شباب ماشيين برتم كويس، والمرة اللي جاية احنا عندنا الاسبانيول حصة ايه، لان الاسبوع اللي جاي اكيد هنلحق هنلغي الحصة اللي في العيد. احنا بندرس اسبانيول امتى وامتى؟ الحصة الجاية امتى؟ الجمعة. الجمعة. ماشي، يبقى يوم الجمعة هنتقابل عادي جدا في ميعادنا، ويوم الجمعة هبلغكم الحصة بتاعت يوم الاثنين اللي هي في العيد هنغيرها هنأجلها، حتى لو احتاجنا من شهر 8 حصة ولا اثنين مش مشكلة. خلينا نذاكر، ارفع الفيديوهات والتسجيلات على الجروب دلوقتي. Muchas gracias.